إذا كنتي أول مرة تشاهدي قناتي فما تنسي تنضمي لنا بالاشتراك بالضغط على الزر المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد، وخلوا لي لايكاتكم وتعليقاتكم وآراءكم لوصفات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وسهلا معايا من جديد على فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بمتابعاتي على اليوتيوب، مرحبا بمتابعاتي على الانستغرام، مرحبا بأخواتي اللي يعرفوني على الفيسبوك. نورتوني من جديد وشرفتوني، تسعدني مشاهدتكم ويسعدني تشجيعاتكم وكلامكم الزين والحلو. مرحبا وسهلا بكم. لذلك اللي نقترح عليكم هذا الماسك هو اللي نعتبره وانا ماسك العرائس، لانه ما شاء الله فوري في التبييض ويقلع لي طاش وما يخلي السمورية، تلاحظي تفتيح في بشرتك، يرطب ملي البشرة، رائع رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويصلح بالدرجة الاولى للعرائس اللي كيف قلت لكم باغيه تصقلع عجلانة. خليكم معايا باش تعرفوا المكونات والطريقة. اذا الا كنتي صيفتي والله حكمت فيك الشمس قبالة في هذه العطلة، فننصحك سبق ما تديري هذا الماسك ديري تبريمة ديال الحنة، والله اضعف الايمان ديري لا الحنة قاع والحامض، والله لا الحنة والعكر الفاسي، والله قاع لا الحنة وحدها راهي كافية ما شاء الله. الطريقة عنك اللي تخلطي الحنة بميها دافية وديري عليها قطرات من الحامض والبخي بها جلدك 3 ايام نهار على نهار. اليوم الرابع اللي تقيسي الحمام واللي تحكي مزيان، اليوم الخامس اللي تخلي جلدك يستراح من التبريمة، اليوم السادس حد انك اللي تبداي في هذا الماسك باش ان شاء الله يعود مفعوله زين على الجسم. المهم كيف تلاحظوا هون في المكونات واضحين اللي نحتاجو، الحليب مبيض ادرما، والله نيفيا، والله ميكسا بيبي، والله جونسون، المهم اي حليب تفضلوه نتوما من الافضل يعود حليب مبيض. واللي نحتاجو الكريم الحلاقة، فا انا كنت نستعمل بالم اوليفيا، غير قال لي السيد اللي نقبض من عنده المسي قال عنها مقطوع وعدت نقبض هذه. فمهم اي كريم للحلاقة، واللي نحتاجو العصير 2 حامضات، واللي نحتاجو المكون الاساسي اللي هو المعدنوس، غبطة من المعدنوس والقليل من صابون الطوف مبشورة. نسيت ما قلت لكم الطفيلات، بالنسبة للأخوات اللي باغيات تبريمات يعني نطرحه لكم على شكل فيديو، ماني نسيتكم، راني إن شاء الله واحد من ذو الأيام اللي نعدل تبريمة اللي نعدلها جلدي، وأكيد عني اللي نصورها ونشاركها معكم بالتفاصيل ونعطيكم المكونات بالتفصيل الممل، ونعطيكم ملي وصفة الصقلة الصحراوية، ونعطيكم ملي ماسكات اللي يمكن لك تستعمليهم في الحمام، يعني ماسكات تديهم معاك الحمام وتديريهم عقب التبريمة هذه باش يعطوا ان شاء الله نتائج زينة للجسم ويقلعوا الجلد الميت وحتى الصدوة. هذا وكاع اللي نعطيكم زينين كاع في صدوة البحر، معلوم اللي جات مصديه من البحر عليها تنتظر الفيديو ان شاء الله ديال التبريمة. المهم نخليكم مع طريقة هذا الماسك ما نطول عليكم. اذا اول خطوه لنعصر عصير 2 حامضات، استعملوا الخلاط الكهربائي ولا العصاره اليدويه كيف درت انا، لكم الاختيار. من بعد ضفت المكونات اللي ذكرت لكم في الخلاط، واللي نضيف عليهم عصير الليمون اللي عصرنا، واللي نطربوا كل شيء في الخلاط كيف قلت لكم، وكان هذا هو القوام ديالو، يجي تقريبا تقولي عن فيه رغوة. من بعد ما خلطته درته في هذه البواط اللي مخصصتها انا فقط للماسكات والخلطات، ونحتفظوا به في مكان يعود بارد، الى عاد الصيف خليه في الثلاجة، والله الى عاد البرد خليه الا في البلاكار عندك او في الماريو.
ونجول طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال تختلف لكل واحدة واللي بغاس وكل واحدة وظروفها واللي مساعدها. يمكن لك تديريه في الليل وتدهني به كأي حليب، وفي الصباح تغسلي منه، ويمكن لكم اللي تديريه 3 أيام نهار على نهار، ونهار الرابع تعودي تدوشي منه، وتقدري ديريه في الصباح وفي الليل تغسلي منه، وتقدري ديريه كاع أسبوع ومن ثم تعودي تدوشي انت واللي ترتاحي له، انت واللي زين عندك. اما الا كنتي عروس، انا نفضل الا عتي عروس وباصك العجلانه تدهني به جسمك كأي حليب، وتفوتي سيمانه وانت لابسه النيله وكل نهار تدهني به، يعني تحط سيمانه وتدوشي ان شاء الله لتجربه صقله رائعه. وكان هذا هو فيديو اليوم الطفيلات، ما تنسوا تخلوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه، وتشجعوني وتخلوا لي ارائكم في التعليقات الوصفات جديده. والله اي شيء تبغوه في القناه كلامكم كامل على راسي وعيني، واني بكم الطفيلات ومشكورات على تشجيعاتكم. خليتكم الراحه ومهباس.